السلام عليكم الاخوان. كاين هذه الدار هذه مع ثلاثه الخدامات، 3000 متر مربع، فيها 3000 متر مربع السكنه ديالها، سكنه بلديه، فيها واحد العدد قليل من الاشجار، فيها الضوء. كما قلنا المساحه 3000 متر مربع، هذا هو الحياة ديالها، ودار قريبة للطريق المعبدة وعندها الطريق العادية، يعني طريق قريبة للقودرون وعندها الطريق ديالها. كما كتشوفو هي هادي السكنة، هي هادي كما ترون، فيها الضوء، هاهي الماء غيدخل إن شاء الله، يعني عما قريب، يعني كذلك فيها مخازن للمياه، والماء ها هو هاو فين حافر لي مولا باش يدخلو. هو هذا، والطريق العادية هي هذه، كتأدي للطريق المعبدة، يعني على تقريبا 250 متر في الطريق المعبدة. هذه كلها أرض، هي هذه المنطقة، منطقة زوينة، كتوجد بالصويرية القديمة، الجيران كما ترون بيوت جميلة، وناس لي هما هنا راقيين. نتمنى أن الفيديو يعجبكم. والدار هي هادي مولاها، يعني محتاج مسكين الفلوس، باغي يبدل يشري شي دار اخرى في المدينة، عنده وليدات كيقراو. المهم الفيديو هادو، نتمنى نشوفو تعليقاتكم ان شاء الله. اعانكم الله.